وأنا أرحب بكم من جديد في موضوع الخلاف الأصولي وطرق الاستفادة منه. والخلاف الأصولي كان ذلك بسبب تأثره بأصوله الثلاث، أي بناء الخلاف الأصولي على الخلاف في الأصول العقدية والأصول الفقهية والأصول اللغوية. والخلاف نجده قائما في أمر الاستنباط، فمنهم من يأخذ بقول الصحابي إذا انفرد ولم يعلم له مخالف، وهناك من يخالف في ذلك، ومنهم من يحتج كما سمعنا بأستاذنا الفاضل سيدي محمد الرقي بالقراءة الشاذة، ومنهم من لا يحتج بها، ومنهم من يرى حجية الأمر وحمله على دلالته ويختلف السياق واحتف بالقرائن، ومنهم من لا يقول بذلك وغير ذلك. فنستفيد من شيخنا وأستاذنا في هذا الموضوع العلامة سيدي مولود السريري، فليتفضل مشكورا. فإن ذلك بالضرورة سيبقى
أمورا تصورية لا تنتهي إلى درجة البناء والصور لدينا هم القصد من مثل هذا الحديث. والخلف الأصولي كما هو معروف كانت عنه مكاسب علمية كبيرة، مكاسب علمية ومنهجية متعددة. أريد بعضا منها فقط بقصد تصور هذه المسألة وإن بشكل ما. أول ما كان عن هذا العلم هو أنه يعطي للدارس لهذا العلم الحرية والإرادة في القول العلمي، وهذا الوصف الآن قلما يوجد في أي معرفة تروج. في العلم الأصولي يأخذ طالبه ودارسه هذه الصفات الحرية والإرادة في القول العلمي، ولا شك أن بعض الناس قد يمر على هذا الأمر دون أن يلتفت إليه بما يجب من التقدير ومن وضعه في محل الاعتبار على خطورة مقامه وجلالته. وهذه الحرية في القول العلمي أعيد بأن ما يروج الآن لم يصل إليه مهما بلغ مدحه والثناء عليه، فإنه في واقع الأمر قد خلا من هذه الحدود. وقد حقق هذا الوصف لأهل الأصول أعمالا معرفية كبرى، من ذلك مراجعتهم للغة العربية وفق قواعدهم. راجعوا اللغة العربية مراجعة خاصة، فأخضعوا هذه اللغة لمعايير علمية جديدة، ونحوا في هذا الطريق ما قد يكون حاجزا بينهم وبين هذا العمل. وهذا عمل يجب على دارس العلوم الشرعية أن يكون لهم به مزيد عناية، العمل الأصولي في اللسان العربي، أدوات المراجعة وآثار ذلك. هذا عمل عظيم، إذ أتوا بقواعد جديدة استعملوا في ما لم يكن النحوي ولا اللغوي يستعملوه، وعرضوا المنقول عن الجائز والمستحيل والواجب. وهذا عمل انفردوا به في دراسة اللغة العربية، فكانوا إذا أتاهم أمر منقول عن العرب وإن كان متداولا مستعملا فإنهم يخبرونه لهذا الميزان، ونماذج ذلك في كتب هذا الفن مكتوبة. ومما يحق أن يورد في هذا المقام أو يذكر مسائل الاستثناء، فالاستثناء قد جوزه النحاة وثبته اللغويون ومضى عليه الناس، ولما ورد الميزان الأصولي عليه قالوا بأنه قد خلا من شروط القبول ويجيب لهذا الإشكال أن يزول، وقد مضوا في ذلك في طريقتهم إلى ما هو معروف ومقرر في ذلك وهو مسطور في كتب هذا الفن، لأن الاستثناء إذا ورد على إذا كان الإخراج إدخال بعد الإخراج أو الإخراج بعد الإدخال فلا شك أن فيه ما يسمى بالتناقض في الإيراد. إذا قلت مثلا قام القوم إلا فلانا فقد حكمت على القوم ثم حكمت على فلان، وهذا يعرفه أرباب النظر في هذا الموضوع
وهم على دراية بهذه المشكلة اللغوية وما ساقه الأصول ينفيها. والذي يطلج صدرك في هذه المباحث أنهم ليسوا من أهل الاستشكال، الذين يستشكلون ثم يتركون الإشكال، وإنما إذا أتوا به وقرروه على وجهه وبيّنوا حقيقته استدلوا عليه بالواقع يذهبون إلى البحث بقواعدهم على ما يخرجون به من هذا الإشكال. فهنا تظهر أداة للإشكال وأداة للخروج منه، كلها تظهر في هذا المقام. كذلك أيضا ما طرح في قضية الاستثناء، هل يشترط في الاستثناء أن يبقى منه ما هو كثير أو قليل، وما حكم بقاء أقل، إلى غير ما هو معروف مما هو مدروس ومقرر في هذا الفن على تمام. وهذه المراجعة اللغوية حققت للأصوليين ما لم يكن لغيرهم ممن هم من أهل هذا الشأن من المعارف والضوابط والقواعد إلى آخر ما هو معروف ومسطور. الأمر الثاني الذي حققه هؤلاء بهذا المنهج أنهم رجعوا حتى مفاهيم المتكلمين، ومعلوم أن أرباب الكلام لهم سلطان على كل من يتكلم ممن هو على مذهبهم، لكنهم أتوا بمصطلحاتهم التي خالفوا فيها من ذكروا، ففعلوا ذلك في الوجود. ما معنى الوجود؟ فقسموه إلى الأقسام الأربعة المشهورة، وهذا عمل أصولي. كذلك أيضا فعلوا في الفعل، ما هو الفعل؟ فلم يتركوه على مفهوم المتكلم ولا على مفهوم اللغوي. هكذا حقق لهم هذا الأمر هذه الحرية الفكرية التي أثمرت ضروبا من المعارف الجديدة، فنجوا من سلطة المختار التي لم تخلو منها ثقافة أو معرفة اليوم. فكل ما يراج من الأفكار والمذاهب والفلسفات اختيرت لك وقدمت لك، ولست أنت من أتيت بها ولا من أنشأتها ولا من بنيتها، ولم يكن لك يوم الترقي في التأمل إليها، وإنما قدمت لك فأخذتها واعتقدتها. وهذا ليس عند الأصولين بشيء، ليس بعلم أصلا. لا بد أن يحل محل المختار العقل والنظر، ولذلك يراجعون أئمتهم ما بلغوا في الدقة والنظر. ولا أدل على ذلك مما فعله صاحب البرهان في البرهان من مراجعته لإماميه الأشعري والشافعي، وكانت هذه المراجعة مراجعة من رد الأصول إلى حقيقتها، وهو تحكيم القواعد من غير التفات إلى مرتبة القائل أو درجة من يتكلم. وهذا في واقع الأمر يجب على طالب الشريعة أن يعلمه على بصيرة، أي أن في يده مذهبا لا يوجد له نظير في هذه الخصائص. الخلو من التوجيه، الخلو من التدجين، الخلو من سلطة المختار التي يتولى قيادة الفكر أو قيادة المعرفة، هذا غير موجود إطلاقا، وإنما العبرة بالحجة والبرهان والدليل، مع احترام المخالف وسعة الصدر في التلقي وعدم تجاوز حدود المعاملة في الأدب. هذه الثمرة الأولى، الثمرة الأولى امتلاك الحرية والإرادة في النظر التي مكنت مما ذكر. الثمرة الثانية مطابقة ثمرات الأنظار
لواقع الأدلة المأخوذة منها. فهذا الأمر جعل النظر الأصولي مرآة لمحل النظر، فيجليه من جميع جهاته. فإذا جاء اللفظ الشرعي ووقع النظر فيه، فإن هذا الذي يبديه الأصوليون يكون محيطاً بهذا اللفظ من جميع الجهات، فلا يكاد يخفى شيء في موضوع النظر. وهذا في واقع الأمر يدل على الأمانة العلمية عند دارس هذا العلم. وهذه المطابقة لثمرات النظر لواقع الأدلة المأخوذة يدل على أن العالم وظيفته أن يظهر الأدلة الشرعية إلى الوجود الخارجي، وهم قد فعلوا ذلك. فإذا نظروا في الدليل أحاطوا به، وهذه الإحاطة وإن كان قد ينظر إليها بأنها شيء عادي فليس بالأمر العادي لمن أمعن النظر في قيمته العلمية. الأمر الآخر جعل الاجتهاد ملاك النظر الأصولي في بناء الأحكام في الفن. جعل الاجتهاد ملاك النظر في بناء الأحكام في أصول. ما معنى الاجتهاد في الأصول؟ العمل بالمعنى المحتمل، المعنى المحتمل، وهو العلامة التي وضعت للدلالة على المعنى المقصود أو الحكم المأخوذ. الأمر الرابع إبعاد عن عافات العكوف على تصور واحد ومعرفة معينة في موضع يحتمل فيه ما سوى ذلك، أو يحتمل فيه ما سوى ذلك وقد يكون راجعا. هذه الوظيفة التي يؤديها الأصول لطالب العلم، وهو أنه يزيل عنه آفة العكوف على رأي واحد، وذلك أن أغلب ما يكون منه الخلل هو أن يكون الموضوع الذي ننظر فيه يحتمل معارف عديدة وأحكاما كثيرة، ثم يعكف الإنسان على موضوع واحد لا يتخطاه ولا يتجاوزه، فيؤدي ذلك إلى حصر الحق فيما عرف. والواقع أن هذه آفة عامة في سائر المعارف البشرية، فقد يكون الموضوع فيه نظريات وفيه مذاهب وفيه أمور كثيرة، ثم يعكف على احتمال واحد فلا يكاد يتجاوزه، فإذا أرشد إليه فإذا ذكر له أخذ به، وإن ذكر غيره لا يكاد يراه، لا يكاد يرى هذا. فلو أنك جئت الآن بأهل الاعتداء على العلماء والهجوم عليهم ونقدمهم عليه، ثم نظرت في الآفات التي تؤدي إلى هذا لوجدت أنه تعلم جهة واحدة يعكف عليها ولا يكاد ينتقل عنها. ما هي؟ أن يأخذ مثلا الترك النبوي حجة فيعكف على ذلك، وإذا ذكر بجهات أخرى في موضوع النظر أو ذكرت له أدلة تزاحم هذا الدليل فلا يكاد يلتفت لذلك. وآفات الجمود تأتي من هذه الجهة، هو العكوف على جهة واحدة في الدليل، أو العكوف على جهة واحدة في الموضوع، أو العكوف على جهة واحدة في الأدلة التي تساق في موضع بناء الأحكام. وعلم الأصول من وظيفته إن لم يكن له إلا فائدة واحدة هي هذه فقد كفت، أنه يقول لك تعلم الاحتمال، تعلم الميل إلى الاحتمال، وإياك أن تقبل ما يقال لك فقط، ولكن عليك إذا سمعت ما قيل لك أن تتخطى ذلك إلى طرح الاحتمالات في مواقع النظر، ما دامت هذه الاحتمالات قد قضى بها الموضوع الذي فيه النظر. ولو تخلصنا من هذه وحدها بهذا العلم لكان ذلك كافيا.
والذي ترتب على هذا هو النظر إلى احتمالك مساويا لاحتمال غيرك، مما يفضي إلى نوع من الرحمة بالمخالف وكذلك الابتعاد عن التعصب للقول. إذا تعلمنا أن ننظر في الاحتمالات في الموضوع ونظرنا إليها بأن الدليل كلها هو الذي يحملها، فبالضرورة أننا سنشعر أن ما عندنا من الاحتمال يساوي ما عند الآخرين، وأن هذا الذي أتمسك به هو نفسه ما قد يتمسك به الآخر في المقدار والميزان، وسأشعر حينئذ أن علي أن أتواضع لهذا الذي أخذت به، لأنه يوجد في المقابل ما يساوي هذا الاحتمال الذي عندي، ما دام الاحتمال علميا، وما دام موضوعيا، وما دام أخذ من الدليل، وما دام هذا الشيء الذي ينطق به حجة شرعية، فبالضرورة أن العكوفة على احتمال واحد لا يرفعه إلا هذا الفن، وبذلك وجب العناية بهذا الأمر في تقرير الدرس للطلبة. فبد من إشارة إلى أن هذا الذي رجحناه ليس إلا احتمالا نرى أنه راجح، وربما يكون الاحتمال الذي عند المخالف مساويا لهذا الأمر. ومن آفات العلم ومن آفات الثقافات أن الإنسان قد يعكف على رأي واحد طول حياته، طول حياته، ويظن أنه منتهى الحق وأنه لا شيء وراء هذا سوى الضلال، حتى إذا وقع صدام الثقافات ووقع النزاع والمناظرات وتقابلت الظنون والاحتمالات في الخطاب، وأظهرت هذا الذي عندك معارضا عند هذا الذي عند المخالف، تجد نفسك طول حياتك إنما كنت تعيش في الوهم، أمضيت حياتك كلها وأنت تظن أن إليك المنتهى في معرفة الدين، وأن لا أحد يتخطى هذا الذي انتهى إليه فهمك. ثم لما وقعت التناظر والتناقص والتحاور العلمي الدقيق، وطولبت بإحضار ما عندك، وطولبت بتأصيله، وطولبت حينئذ بالجواب عن المعارضة، تجد نفسك حينئذ ليس في يدك إلا الفراغ. وهذه آفة كبيرة، وهذا يقع فيه كثير من الناس، وعلم الأصول لا يربي الطلبة على هذا، ولا يمكن أن يترك الآخر المخالف تخفى عنك حقيقته أو يضمر ما لا يمكن أن يقع تحت النظر. هذا عمل فكري قد تأخذه من هذه الحياة، فلماذا تأخذه فقط في هذه الجزئية؟ بل يجب أن تمده منهجا في الحياة. فإذا ما كنت على شيء وكان هذا الشيء الذي أنت عاكف عليه تظن أنه الحق المبين، مع أنك إنما لقنته على طريقة التي تقدمت عند كثير من الثقافات والمعارف الآن التي تروج، ثم ظننت أن إليه المنتهى، فإذا ما وقع البحث في هذا والنظر فيه وجدت أنك لا بخفي حنين ليس في يدك شيء، وهذا معروف يقع. فكثير من الشباب الذين كانوا في يوم من الأيام انطووا على أنفسهم ونظروا إلى أهل العلم في هذا البلد بأنهم ليسوا على شيء، وأن هذا الذي يروجونه ليست له مستندات شرعية، وأن هذا الفقه الذي يعلم إنما هو كلام قيل من غير مستند، لما جاء البحث ووقع النظر وجيء بهم إلى مجالس المناقشة وعورض عليهم ما يقوله المخالفون ونوقشوا في الاحتمالات التي فيما لديهم، بهتوا وصدموا، لأن الذين لقنوهم تلك الطريقة قالوا إليها المنتهى في الحق، وأن لا عطر بعد عروس، فعكفوا على ذلك. وعندما انتهى الأمر إلى البحث والنظر والاحتجاج والتوجيه والتخريج في الفقه، قالوا نحن لا نعلم أن هذا كله كان مستورا
في خبايا هذه الدفاتر والكتب التي تدرسونها، ولا نعلم حقا أن هذا الترتيب العلمي للأدلة، ولا نعلم أن وراء هذا الذي أخفي علينا ما يستحق النظر والبحث والاهتمام وأن يلتفت إليه بالعناية. لا ينجي من هذا الآفات إلا الدراسة الأصولية التي بطبعها تورد كل شيء قيل أو كل شيء كان محتملا. فلو أنك مثلا سلطت نظرك في نظرية المعرفة التي أوردت في كتب الأصول تل فيها ضمنت بعض الأقوال المستغربة التي قد ترى أنت أنها مستغربة وتقول لماذا أتوا بها وما قيمتها العلمية. القيمة العلمية عند أهل الأصول وعند أهل النظر المعرفي يقولون بأنها قد تكون بحسب التربية وقد تكون بحسب التوجيه وقد تكون بأمور كثيرة، ولذلك لم يحقروا قولا حتى يضعوه أمام الأنظار ويجلبوا له الأدلة التي تحقق شرعيته العلمية، ثم بعد ذلك يستدعون الأنظار والعقول لتنظر في هذه المادة لتشارك لتحقق لتبين لتحكم في هذا الشيء بحرية تامة، ولا أدل على ذلك من إرادهم لأقوال السمانية. والسمانية أصلا ليسوا مسلمين ولا يكاد أحد يعرفهم وما كان مذهبهم يروج. حاصروا كل شيء، أنكروا العلم وحصروا في الحسيات، ثم يذكرون السوفسطائيين ومذهبهم بين العوام وبين الطلبة لا يروج. ولكن ما الضامن بأن هذا سيروج غدا؟ ما الذي يضمن بأن هذا لن يثار غدا لطالب العلم الشرعي فيشغل باله فلا يجد في يده سلاحا يدفع به هذه الغوائل أو هذه الأشياء التي تلحق به الضرر في معرفته الدينية؟ إنه من الواجب أن نعرف أن منهج أهل العلم مما تقدموا ما كانوا يفعلون هذا إلا من أجل أن يبلغوا بالمبحث العلمي أقصى مداه. وبذلك فإن آفات العكوف على الرأي الواحد وعدم القدرة على الاستيعاب لآراء المخالفين أفضى إلى هذا النوع من الضعف في النظر، حتى إن الإنسان عندما يتمرن على إيراد الأقوال مسرودة موردا أدلتها وحججها ثم يأتي بعد ذلك بتحليلها وتفكيكها وردها يكون قد اكتسب أمرا علميا مهما يحتاج إليه ويحتاج إليه في كل زمان وفي كل مكان. إذن هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة إظهار ما يخفى عن النظر المعتاد بتدخل أرباب العلوم الأخرى. هذا ما يجب أن يعتني الباحثون في الدراسات الشرعية بآثاره في هذا الفن. قد كانت يدرس مثلا علم معين بطريقة معينة ثم يتدخل أرباب العلوم الأخرى، مثلا علماء البلاغة بمناهجهم المختلفة عندما يتعلمون مثلا في الحصر مبحث الحصر في باب التخصيص مثلا، مثال مبحث الحصر في باب التخصيص قد تقرأه قراءة لغوية قد تستغني بذلك، لكن علماء البلاغة وخاصة بمنهجهم العجمي لما دخلوا في هذا الموضوع وجدت لوحات من المعارف الجديدة وصور دقيقة في النظر اللغوي، وبدا في هذا الأمر تشعبات للنظر ووقع فيها الجذب من جهات مختلفة. إذن فمن ثمرات الخلاف في علم الأصول الذي تكتسب بهذا الخلاف ويمكن للطالب العلم أن ينتفع بها
استكشاف الخبايا، ففي بعض الحالات الأذواق العلمية تكون على مراتب، فإذا ما تكلم عالم في مرتبة ثم للآخر ذوق من جهة مستورة يدخل بذلك الذوق فيجلب لنا ما لم يكن يخطر لنا على البال. أن المشارب العلماء مشارب مختلفة، فقد يكون عند أحدهم دقة في علم الوضع إلى درجة يكتشف بهذه الحالة التي هو عليها ما قد كان مستورا ومخفيا، فإذا أبدى هذا الذي عنده نحن نتلقاه بالشكر ونستفيد منه، وما كانت طاقتنا الذهنية ولا المعرفية تستطيع أن تلتقط هذه الأمور. بذلك فإن علم الأصول من وظائفه التي تعطى للطالب من أجل أن ينتفع بالخلاف، كل هذا بسبب الخلاف الأصول، ولولا الخلف الذي فتح وجعل الحرية للنظر والفكر ما استطعنا أن نستفيد شيئا من هذه العلوم. عندما ندرس مثلا في أو قاف أو لام أو ما شبه ذلك، قصار أمرنا أننا سننتهي لما ننتهي له النحات، وإذا تخطينا شيئا ما ربما زدنا شيئا من معاني اللغوية التي تلي. لكن الخصائص الأخرى التي استنتجت بمناهج أخرى هذا ما كان ينبغي له الخلاف الذي في هذا العلم. وأنت خبير، كل من نظر في الشرع يعلم ذلك، أن بعض الخبايا لا نعرفها إلا بالقواعد. أيوة نعم، نمر ونكر ونمر ونقرأ ونجيء ونذهب ونصعد وننزل فلا نكاد نجد شيئا، حتى إذا أوتي بالقاعدة اهتديت إلى مدخل النظر، وربما وردت على أذهانك فوائد أخرى باستعمال تلك القواعد. ولكن إذا ترك الإنسان وقدرته الذهنية فقط وحال قدرته الفكرية على النظر لن يستطيع أن يستكشف هذه الأمور. وللقواعد العلمية في هذا المقام وظيفتان: الوظيفة الأولى ضبط النظر، الوظيفة الثانية الكشف والاستكشاف. فمن ظن أنه إذا قرأ طرفا من ألفاظ اللغة أو أتى مجالس معينة وجلس فيها برهة من الدهر ثم ملئ بالحقد على العلماء وأهل النظر في الدين أنه على شيء من الحق فهو واهم. فهذا العلم الأصل فيه هو تلقي هذه المعارف العلمية بأقصى ما وصلت إليه من الأدوات والمناهج والمعارف والمادة. نعم، هذه الخبايا التي يتوصلون إليها تكون في المحاورة، والمحاورة لها مواقع متعددة، تكون في التعاريف، تكون في تحديد معنى حدود الألفاظ، وتكون أيضا في صفات الأدلة. وحتى لا أطيل عليكم هذه الفوائد فهذه هي الخامسة وننتقل إلى السادسة، أليس كذلك؟ والسادسة ولا السابعة؟ السادسة. ننتقل السابعة، قريب الطريق. السابعة: اكتساب ملكة الإيراد والانفصال. وهذه ملكة تكتسب من هذا الفن إذا درس بطريقته القديمة وليس بهذه المختصرات التي يكتب فيها هذه المعلومات المبتورة الجافة الخالية من أي إثارة للأذهان أو تقرير للمعارف. الإيراد والانفصال يورده الطالب المتمرس في النظر عندما تضع أمامه مسألة فيقول لك هذا الذي ذكرته يريد عليه كذا، أيها المدرس هذا الذي ذكرته الآن وقررته أو قررت كلام غيرك يريد عليه كذا. والإيراد منهما يحتاج إلى التصحيح، ومنهما يحتاج إلى التقرير، ومنهما يحتاج إلى المحاورة كما هو معروف. الإيراد إذا كان قد انتهى صوغه إلى درجة أنه ثابت علمي فلا شك أننا نقرره ونقول يريد على هذا كذا وكذا 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 ونكتبه نقرره.
وإراد نرده، وهو أن الشخص قد فهم اللفظ الذي سمعه على غير وجهه، فلما فهمه قال غير الذي قصد، فهذا إراد ساقط. وكثير ما يكون هذا من الطلبة الذين ما بازالوا يحبون في علم من العلوم، لكن فيهم ديك القفزة، فيهم ديك التصنطيحة، قال ابن السب كذا وقال الرازي كذا، لا لا سيدي عندي اعتراض. ماشي هذا الشيء اللي قال الرازي، ماشي هذا الشيء اللي كتقول. الرازي يقصد شرقا وانت تتكلم في الغرب. هذا نوع من الإراد حقيقة محمود وإن كان خطأ، لأن فيه ما يدل على أن وراء هذا الإدراك ما قد يصل إلى مرتبة النضج، وأنا لست عالما تربويا ولكن هذا حصل بالتجربة. والانفصال، الانفصال هو القدرة على التخلص من الإشكال، أن تكون قادرا، وفيه طرق مختلفة في الانفصال، فيه طريقة الظاهرية والذي يمثلها ويقع في صدرها هو ابن حزم رحمه الله الإمام، الذي يقع في صدر أرباب هذا الانفصال هو ابن حزم، وفيه أهل الانفصال الكلامي ويقع الباقلاني في صدر هؤلاء، وفيه أهل الانفصال اللغوي، كثير ما يكون هذا من أرباب العلوم والمعاني كشريف بن همام وما شبه ذلك. والطلبة يتدربون على ذلك بالقياس والنظائر، بمعنى أنه كان يدرس مثلا مع الشيخ الروقي جمع الجوامع مثلا، هذا غير مثال، مثلا فيقرر له مثلا جملة من هذه المسائل، يا كسلي نمشي وقبل ذلك. أنه يدرس للطالب جملة من هذه الإرادات وهذه الانفصالات مدة مثلا من الزمن، ثم بعد ذلك ينتقل هذا كله إلى ملكة علمية يناقش بها ذلك الطالب المدرس شيخه المدرس. يعني هذه النظائر والأشباه لها قوة هائلة في التكوين بمرور الزمن. كذلك أيضا اختصروا شوية باش نخليكم شو بتصلوا. الفائدة الأخرى الثامنة، تذوق النقاش العلمي الذي يعقبه في العادة الرغبة في الطلب، لأن نفور الطلبة من العلم لم يكن بسبب أن العلم ليس حلوا أو ليس لذيذا، لا، طريقة تقديم العلم يجمد العقول وينفر النفوس، لأنه ليس فيه ذلك الإثارة الجميلة. لأنك إذا ما أوقعت الإنسان في إشكال وتعقله فهذا ينفعه كثيرا في أن يتذوق، تذوق المعرفة، فإذا استطاع أن يجيب فقد أجاب، وإن لم يستطع وهمه الأمر وشغله فهذا كافي في فائدة التعلم، من شرط أنه إذا أعطيت السؤال أن يجيب، لا ليس أن يجيب، أو أنه بدل الجهد وأتى بأجوبة كما قال رحمه الله الإمام أم الحرمين حوم ولم يرد، يعني دار حوله ولكن لم يشرب. الأمر الآخر معرفة منهجية النظر في الموضوع، هذه الفائدة التي يستفيدها الناظر في علم الأصول. الفائدة الحادي عشرة، الاطلاع على أن لكل لفظة توضع لها نظامها المعرفي الذي تدرس به تعرف بذلك اللفظ في الأسئلة التي توضع في الأمر آخره. إذن هاتان الفائدتان نختم بهما. الفائدة العاشرة، معرفة منهجية النظر في الموضوع بتحديد المراد به، فربما يطرح موقع فيبادر إلى مناقشته العادية بانيا الحكم على ذلك من غير أن يعقل موضع السؤال. لهذه مهمة جدا تقع في عقل الطالب موقع التغيير، مثلا أنه قد يطرح على الطالب الأمر يقتضي الفور، لكن ما معنى الاقتضاء؟ هو الاقتضاء اللغوي، الاقتضاء الاستعمالي، أو الاقتضاء العقلي، أو أي اقتضاء. العادي الحادي عشرة، الاطلاع على أن كل لفظة تدرس في علم أصول الفقه الفائدة النظام المعرفي الذي يختص بها، فللأمر نظامه المعرفي يجب أن يحفظ، وللنهي نظامه المعرفي يجب أن يحفظ،
وللعام نظامه المعرفي يجب أن يطرح وأن يدرس، وما يقال في هذا الموضوع لا يقال في غيره، والموضوع يقيد النظر ويجلب القواعد والذي يتحكم في طريقة المناقشة. واستغفر الله لي ولكم، ارحم الله خلق المناقشة.